في الكونستراكشنز، هو بيعلمني شويه حاجات يعني الكونستراكشنز ازاي انا ارسم حاجات. طيب الاول اهم كونستراكشن فيهم، يعني انا مش هبداهم بقى بالترتيب، اهم كونستراكشن فيهم الاول اللي هو يقول لي ايه؟ اجيبها لك بنفس الصيغه اللي بتيجي في الامتحان. يجي يقول لك درو ان انجل اوف ميجر، وده اكتر واحد بيجي في الامتحان، اوف ميجر 60 ديجريز and bisected. ده اكتر واحد على الاطلاق بيجي. طيب انا باجي اقوم عامل ازاي؟ بقوم راسم معايا طبعا، بقوم عامل اي لاين كده. انت ممكن لو معاك الجيومتري انسترومنتس بتاعتك دلوقتي تيجي تمشي معايا على الحال، يعني احنا شغالين. اعمل لي لاين كده. طب اعمل لاين كده بالمسطره وال اي لاين، وسميه هنا مثلا ايه؟ ثانية واحدة، وحط بوينت دي عليه كده، اعمله زي ريه. ثانية واحدة، تمام. اوكي طيب حط لي البروتراكتور هنا، البروتراكتور هنا كده. ارسم بس اللاين ده. ارسم اللاين وحط لي البروتراكتور، خلي السنتر بتاعه هو كام سنتيمتر؟ كام سنتيمتر؟ اي حاجه، كام سنتيمتر؟ اي لاين مش شرط. ماشي تمام، هتحط البروتراكتور بتاعتك هنا. طبعا البروتراكتور متقسمه من هنا ومن هنا كده، لا انت هتقيس من هنا، يعني ظبط البروتراكتور بس السنتر بتاعها على السنتر، والزيرو خليه على اللاين. قيس بقى ايه 10 20 30 40 50 لحد ما توصل ل 60 وحط نقطه. ثانيه واحده اهو بعملها. تمام، اقوم حاطط على اولها ايه؟ يعني خلي السنتر بتاع البروتراكتور بتاعتك هنا، وقيس بقى من هنا من ناحيه اللاين، يعني من ناحيه هنا قيس من ناحيه اللاين 10 20 30 وانت ماشي لحد ما توصل 60. تمام اوكي كده. البروتراكتور هنا كده، حط نقطه قصادها وشيل البروتراكتور. تمام اهو، حط نقطه قصادها. عملتها ولا لسه؟ بعملها. طيب تمام، عملت نقطة اهي. وصل النقطة دي بقى بالإيه؟ يبقى أنت كده رسمت. يعني أوصلها لغاية، معلش، لغاية ديجري كام؟ لحد 60، ما هو بيقول لك 6 أهي. تمام. ماشي؟ قوم وصل لي دي عملت بقى النقطة عند 60. بس. كده أنت رسمت الأنجل أوف ميجر 6، سميها مثلا بي إيه، حط لنا 6. في مشكلة كده؟ ثانية واحدة. بقوم عامل دي كده، ثانية واحدة. تمام اهو عملت. تمام طيب تمام، هو بقى بيقول لك كده انت رسمت انجل 6 اسمها بي اي سي، بيقول لك بايسكت ات. بايسكت ات يعني اقسمها لي نصين. بص هتفتح الكومباس بتاعك، الكومباس تفتحه اي فتحه وتقف بالسن الحديد في الايه وتعمل لي كده اي ار. تمام، تفتح الكومباس بتاعك في اي فتحه، خلي السن الحديد في الايه وقف واعمل لي خط كده. تمام، يكون تحت السي صح؟ يكون فين؟ تحت السي. لا اي يعني خلي السن الحديد في الايه واعمل اي ارك كده بس. تمام. باي فتحه، باي فتحه، المهم يقطع طول يعني ما تجيش تبنيه بره البتاع يعني. تمام. بس. كده تمام، عملت الارك ده؟ حلو. وقف لي بقى في البوينت زي، بص مش هو عمل انترسكشن هنا مثلا في بوينت، وعمل انترسكشن هنا في بوينت. اقف بالسن الحديد في البوينت دي، افتح الكومباس اي فتحه. ممكن بنفس الفتحه اللي انت كنت فاتحها او عايز توسعها شويه، اوكي مفيش مشكله. ماشي. ماشي؟ طيب. وقف لي بالسن الحديد هنا واعمل لي ارك كده. وارجع بنفس الفتحه اللي انت من فتحتها. فوق؟ هنا هنا في النص ما بينهم. ما بين التوصيل ما تطلعش بره. وارجع قف لي بالسن الحديد هنا اهو، واعمل لي كمان ارك كده. يبقى هتقف بالسن الحديد هنا وتعمل ارك بالرصاص هنا، وهتقف بالسن الحديد هنا وتعمل ارك هنا بالايه؟ السن الرصاص هنا.
وبعدها اقوم رايح عند النقطة، نقطة في النص كده، وده اقوم عامل برضو هنا كمان. ايوه لا شايف النقطه، شايف النقطه اللي طلعت في النص دي الانترسكشن بتاع التو اركس، ما تمسحش الارك، وصلها لي بالايه؟ هتبص تلاقي الانجل اتقسمت نصين بالظبط. حاضر ثانية واحدة. وصلها بالايه كده؟ هتلاقي الانجل اتقسمت نصين، يعني بقت 30 وده بقى بطوله كده، يعني خليه ايه؟ سميه اي حاجه، ايه دي مثلا او حاجه. ثانية واحدة أنا بظبطها، بحاول أظبطها. يبقى تاني انت هترسم الانجل بتاعتك وهتقوم واقف لهم السن حته من اي ارك. ماشي تمام. وبعدها أقوم واخد الانترسكشن بوينت بتاعتي دي، أقوم موصلها بالإيه؟ بس وصلها بالايه؟ هتلاقيك قسمت الانجل بتاعتك نصين. دي اكتر مساله بتيجي في بتيجي في الامتحانات. خد بالك الدرس ده ساعات بيجيبوه ساعات لا، عشان اكون صريح معاك، ولكن لو جه بيحبوا يجيبوا المساله دي اكتر واحده. مش معنى كده التانيين ما بيجوش، بيجوا بس دي اكتر واحده بيحبوا يجيبوها. لا انا حاسس ان احنا محتاجين نحل عليها تاني. ايوه ما انا هحل لك عليها تاني، بس انا بتكلم انت فهمتها؟ انا هديك واحده لا الصراحه مش قوي. تاني. طب سيبك من دي، هنخلي الانجل 120 120 ارسمها بقى معايا كده. دي نمبر 2 اقول لك 120 ديجريز، برضه هتعمل اي لاين، اي لاين، ومش هقول لك بقى بايسكت ات، ماشي خليها بايسكت ات الاول. طب بص اعمل اي لاين كده، حط له بوينت كده تمام، سميه اي بي. في مشكله كده؟ لا ما فيش. طيب وقف لي بالبروتراكتور هنا ثانية أنا بالراحة بس أنسى لأني باخد وقت. لا اعمل لاين بس وخلاص، وقف بالبروتراكتور هنا على الايه؟ خلي السنتر بتاع البروتراكتور على الايه؟ السنتر اللي هو بتاع العامله كده دي خليها على الايه؟ ماشي أهو ماشي لاين أهو، وهنا هيكون إيه، وهنا هيكون بي. تمام. اقوم عامل ستريت لاين. لا لسه بقى، ما انت لسه ما جبتش. تمام اقوم بعدها الاول جايب اللي هي سوري جايب ال الانجل 120، هتعد انت من هنا بص 10 20 30، هتعد من هنا الناحيه اللي فيها اللاين 10 20 30 وانت ماشي، هتلاقي ال 120 هنا اكتب ومحطط عندها نقطه. اوكي تمام. الناحية اللي فيها الايه؟ اللاين، الناحية اللي فيها اللاين، ما تعديش من الناحية اللي على الفاضي دي مع البروتراكتور، تمام نصها على اللاين ونصها على هي الفاضي. جبتها مشكلة؟ جبتها. اوكي عملتها. بس بعد ما تتكلم كده قوم شايل البروتراكتور بتاعتك اهي، وصل لي بقى دي عشان تبقى رسمت الانجل اهو، وصل لي دي كده وصلتها. بس يعني كده انت رسمت الانجل 120 سميها بي اي سي مثلا. طيب تعالى بقى امسك الكومباس بتاعك، الكومباس بتاعك عامل كده اهو، بس هنقول الاحمر ده الحديد اهو الكومبس. وقف لي نوبل بالسن الحديد في الايه، واعمل لي ارك كده، ماشي ارك كبير اي شكل او اي حجم صح؟ اي ارك اي فتح. تمام عملت الارك ثانية لان هو السن ده بيفلت مني بس. تمام عملت الارك، عمل انترسكشن هنا، عمل انترسكشن هنا صح؟ لا ثانية معلش ما كملتوش للآخر اللي هنا، ثانية هكمله تاني. انت هتقف بالسن الحديد هنا في الايه؟ واعمل ارك بالرصاص كده. ثانية واحدة اثبت بس بالسن الحديد قوي، ايه غير السن الحديد في الايه قوي عشان ما عادش الكومباس يتحرك معاك. ماشي اهو هي ظبطت. لا ما كنتش متخيل الدرس ده الرسم هيبقى اصعب كده.
لا لا بالعكس، ده سهله سهله، بس انت ما تصعبش على نفسك. انا بقول لك افتح الكومباس فتحه واعمل ارك كده، ايه الصعوبه في كده؟ ما انا عارف، انا لما باجي بعمل الارك الكومباس بيفلت مني، لف بيفلت منك بيفلت عشان مني انا قلت بطريقه لك غريبه. اغرس السن الحديد قوي في الايه، يعني ارش السن تمام الحديد ده في الايه قوي عشان ما تحركش منه، بس واعمل الكومباس، اعمل الارك ده تمام كده. انا خرمت ورقتين ورا بعض ثانيه واحده. طب ماشي يا عم، ما تاخد الموضوع كده الكومباس بسرعه نفسه، خالص. المسمار نفسه مش متثبت. لا انت انت مش لازم الارك تتقل عليه قوي يعني، مش يعني بس ارك خفيف كده عادي يعني، كده يعني. ما تضغطش يعني على اه الارك تمام خفيف يا فهمت، عم عادي جدا. بس انا يهمني بس الانترسكشن عملتها بتاعه فين، هنا وهنا، هتقوم واقف هنا عملتها. بالسن، يس وقفني بقى بالسن الحديد في الانترسكشن ده هنا كده، واعمل لي ارك صغير. تاني ماشي اه ماشي، ثانية واحدة اهو كده، وبعدها اقوم اعمل ارك تانية. اه في النص هناك اهو، الحته دي ماشي وقفلي في النقطه دي برضو، واعمل لي ارك تاني صغنن كده بعدها بنفس الباترن، هيعمل انترسكشن معاك هنا. عند النقطة اللي أنا وقفت عندها هنا في اي ماشي انا تمام مثلا أهو. اعمل انترسكشن هنا، سيف نقطه اي دي مثلا ودي نقطه اي، وقفلي في البوينت دي واعمل لي ارك، وقفلي في البوينت دي واعمل لي ارك تمام تمام. ثانية تمام بس هيعملوا انترسكشن هنا بتو اركس بوينت وليكن اسمها اف مثلا، خلاص اه وصل تمام البوينت اف بالبوينت ايه، بس كده عم انت قسمتها نصين بالظبط، وصل بوينت اف دي كده اهي بالبوينت هنقوم ايه، بقى واخدين ونطول البوينت بقى كده ايه دي شويه بس وموصلينها. كده، انت قسمتها نصين، هتلاقي الانجل دي 60 ودي 60، تكتب له هنا بقى 60 ديجريز وهنا 60 ديجريز، خلصت يا عم المسألة. مهما حتى كانت الحجم بتاعت البروتراكتور اللي انا كنت بشتغل بيها، مش فارقة، مش فارقة خالص، مش فارقة ليه؟ وسعت بقى الدايرة او نقصتها، هي هي كده لا 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 دي ثابتة. انجلز، انجلز مش فارقة، يعني ممكن تلاقي الانجل دي زي ما بقول لك قد الانجل الموجودة في الهرم الأرضي، مش فارقة يعني. الانجلز اصل الامبليتيود بتاعتها او الساعة بتاعتها ما بتفرقش يعني، يعني ما يعني فاهم، مهما البروتراكتور تكبر مهما بتظهر هو نفس الانجل. طب هو انا ينفع اجرب اعملها لوحدي؟ ما انا هخليك تعمل واحده لوحدك، بس انا كنت اقول لك على حاجه زي دي بقى، هقول بس ايه يعني اعلمك، واحنا رسمنا دي بالمره هقول لك على سؤال برضه ساعات بيجي فيها، وبعدين اديك انت هتعمل. بص يقول لك ايه بقى، درو ان انجل اوف ميجر 120 اند، بص بقى يقول لك اند ديفايد ات، ركز بقى الحته دي، and divide it into four equal angles in measure. يعني ايه؟ عايزك تقسمها اربعه مش تقسمها اتنين، بسيطه جدا. شفت المنظر اللي انا عملته ده؟ هعمل ده تاني، الكلام ده كله تاني كده، انا قسمتها اتنين. بص بقى تقوم عامل لي ايه، انا عايز اقسم ال 6 دي اتنين، طيب مش في بوينت اهي وبوينت اهي صح؟ تمام حلو قوي، تقوم واقف في البوينت دي وتعمل ارك هنا، وتقف في البوينت دي وليكن اسمها ام مثلا، واعمل ارك، واقف هنا كده واعمل ارك كمان هنا اهو، ووصل البوينت دي بالقصر، يبقى انت قسمت الانجل 60 هي كمان بايه؟ تو انجلز، بدل ما كانت 60 اتقسمت 30 و30، شوف نرجع تاني. تمام. يعني انا يعني انا اقوم رايح واخد برضه من البوينت A وعامل بالكومباس زي اللي كان حصل في لا الاول كومبوس هو بالظبط. زي اللي عملته بالظبط، من البوينت دي تقوم عامل ارك هنا، البوينت ام وتقوم عامل ارك كمان هنا، هيتقطع في بوينت، اعمل انترسكشن في بوينت، وصل البوينت دي، ما انت كده قسمت دي نصين. طب نفس الحوار ده هتعمله الناحيه الثانيه، هتقف في الام ومعامل ارك هنا، وتقف في الاي ومعامل ارك هنا، عملوا بوينت تاني اهي، وصل كده اهو، اتقسمت دي برضو بدل ما كانت 60 اتقسمت ل 30
بص بقى، انت قسمت الانجل 120 ل 4 انجلز، ممكن تسميها كده دي ايه مثلا، دي سمي دي ان مثلا، سمي دي اكس مثلا، او اي حاجه. يبقى انت قسمتها كده ل 4 انجلز ايكوال ان ميجر. هدي لك انت واحده تمام. تعملها لي وتقسمها ل 4 انجلز ايكوال ان ميجر. 4 انجلز من اي ناحية بقى صح؟ اهو دي انجل، الانجل تمام. دي ريز، ودي كمان انجل جنبها، ودي كمان انجل جنبها، ودي كمان انجل جنبها. انت معايا ولا مش معايا؟ وحضرتك بس خد يا عم واحده الانجل ايه؟ 100، خد لي واحده 100 اعملها لي ماشي مره 100. 100 هقول ماشي، لك نيجي 100 للكومبس. مره اعملها لي بيسكت ات، هقول لك يعني خلي دي نمبر، عشان انا لو صورت لك دي بس الاول، لا صورتها، خلي دي نمبر 4 وخد لي كمان واحدة خمسة حمالي بقى، خد لي كمان واحدة 70 وهقول لك بايسكت ات ثرو ان انجل، دي هقول لك قسمها لي 4 ايكوال انجلز برضو، وهدي لك واحدة ماشي نمبر 5 اهو، حلهم وبعتهم لي على الجروب ثرو ان انجل بعدها اقوم واخد وموصل. الميجر، خليها 80 ديجريز تبقى سهله معاك شويه، اند بايسكت ات، دي محتاج تقسمها نصين بس، دول اكتر اتنين بيبي، ماشي حلهم وبعتهم لي على الجروب. بص يعني انت عندك مثلا، دي بقى الحاجات دي سهله، لو قالك مثلا درو اي دي 6 سنتيمتر هترسم لاين سيجمنت 6 سنتيمتر. طيب وفي مثلا بوينت سي هنا بره كده مثلا، وانت عايز تعمل بيربنديكولار بايسكتور، يعني اللي هو بيسموه ايه؟ اكسس اوف سيمتري. اكسس اوف سيمتري بيبقى بيربنديكولار وبايسكتور. بيعمل حاجتين، بيبقى بيربنديكولار وبايسكتور في نفس الوقت. يعني ايه؟ يعني عايز من بوينت سي دي انزل خط يكون بيربنديكولار وبايسكتور. قال لك بسيط، هترسم دي كده، اقف بسن الكومباس الحديد هنا وقوم عامل لي ارك كبير كده، يبقى تقف بسن الكومباس الحديد هنا وقوم عامل ارك كبير كده، في مشكله كده؟ الو يا مستر ثانية واحدة بس، في حاجة غريبة عند الصوت. طيب اعملها معايا بقى، ارسم اي قطعه مستقيم، اي لاين سيجمنت يعني باي طول كده بس، وليكن 6 كان كده يا سنتيمتر، مستر؟ ارسم اي قطعه لاين سيجمنت 6 سنتيمتر، حط بوينت ولتكن اسمها سي تمام هنا في اي حته يعني، ماشي؟ تمام اقف فيها بالكومباس بقى بالسن الحديد، كم السن الحديد صباعي ده كده، واعمل ارك كده. هي الفكره انت بتعمل ارك ليه بتحددها يعني؟ هتقف انت البوينت بتاعتك تكون متاخره هنا شويه او هنا شويه كده يعني. تمام. ثانية أظبط الدنيا دي بقى. الزاوية ايه مستر؟ لا تقف في البوينت بالكومباس، الكومباس ده تقف في السن الحديد اه واعمل لي ارك كده. طيب wait a minute. عملت الأرض؟ ثانية واحدة. ثانية. أخيرا وخلاص آخر حتة. تمام يا مستر. ماشي. الارك طبعا هيعمل لك انترسكشن هنا وهنا برضه. بص اي بقى، وقف لي بالسن الحديد بتاع الكومباس واعمل لي ارك تحت هنا، وقف لي في السن الحديد بتاع الكومباس هنا واعمل لي ارك تاني هنا كده. تمام ايه عملتها؟
بعملها اهو. تمام بس هو اعتمد تمس على الاركس دي، هو بيقول لك اصلا في الامتحان دونت ريموف اركس. تمام طيب هتيجي بقى تقوم عامل كده موصل لي البوينت دي، بس هتيجي تقيس الحته دي هتلاقي ده طالع لك بيربنديكولار وبايسكت، طالع لك بيربنديكولار. لا مش مستني، ينفع نعملها تاني دي؟ ها ينفع نعملها تاني دي؟ معلش ماشي. طيب بص انا عملت ايه، انا رسمت هو ده المفروض يعني بصراحه مش لاين سيجما، ده المفروض اي لاين كده خلاص اهو. تمام انت هتعمل بيربنديكولار مش بيربنديكولار باي سيكتور، كمان بيربنديكولار عليه من بوينت هنا كده بس، بتقوم انت واقف هنا في البوينت بسن الكومباس وتعمل ارك، ارسم اي لاين كده اهو البوينت بعمل اي مكان، البوينت دي تبقى في اي مكان صح؟ هو غالبا هيكون هو مديهالك يعني، هيكون قايل لك ارسم تراينجل كلام زي كده. تمام احكي ثانية. لي بس بوينت واعملها، هتشوف دلوقتي هتخش في مساله، لما نخش في مساله هتلاقي الموضوع ايه اسهل شويه من الكلام ده. تمام وبعدها. تمام بعد ما عملت الارك، وبعدها الارك هيعمل اجيب ولتكن يا عم كونتر. سي دي، خليها اصلي دي اي دي اي، وقف لي في الاي واعمل لي ارك هنا، وقف لي في الاي في الدي واعمل لي ارك تاني هنا، امسحها واعملها تاني. ثانية نوسعها شوي. ايوه ثانية واحدة انت رسمت اللاين ده كده وادي البوينت صح كده؟ طيب وقف في البوينت ايوه دي واعمل لي ارك هنا كده، عملت؟ ايوه طيب الارك مش هيعمل انترسكشن هنا وهنا ولتكن دي ايه ودي بي مثلا، مظبوط. انا لغايه دلوقتي وصلت لهنا. طيب وقف لي في الاي واعمل لي ارك تحت هنا، وقف لي في البي واعمل لي ارك تاني هنا، بس هيتقابلوا في نقطه. هيقف عند البي والاي ولا هيعملوا انترسكشن بوينتس مختلفه؟ لا زي اللي فاتت، انت هتفتح فتحه وتعمل تقف في الاي وتعمل ارك كده، وتقف في البي تقف في الاي كده اهو بسن الكومباس وتعمل ارك كده، وترجع تقف في البي وتعمل ارك تاني كده، هيتقابلوا هنا كده فهمت. بس كده. البوينت دي لو انت وصلتها هنا كده هتلاقي ده بيربنديكولار وبايسكتور للحته اي بي دي، فاحنا هنقول بيربنديكولار مؤقتا دلوقتي بس. تمام؟ تمام بس كده كده. طيب. تمام انا عندي عمل تو انترسكشن بوينتس جديده اهم، اقوم بقى ماسك من عندهم صح؟ بس كده وموصل. طيب ساعات بيجيب لك هو بقى الاي بي اصلا لاين سيجمنت، يقول لك ايه مثلا اهو شكل دي برضه كونستراكشن تالت يعني، شكل دي يقول لك درو اي بي الاين سيجمنت مثلا اهو، درو اي بي ايكوال اتس لينث او اوف لينث مثلا 6 سنتيمتر، ذن درو اتس اكسس اوف سيمتري، اكسس اوف سيمتري يعني اللي هيبقى بيربنديكولار وبايسكتور عليه، يعني كلمه اكسس اوف سيمتري دي بتجمع كلمتين انه هيبقى بيربنديكولار وبايسكتور في نفس الوقت. يعني ايه بيربنديكولار وبايسكتور؟ يعني هي اللاين سيجمنت هتبقى واقفه هنا كده كده زي القلم الاسود ده، هو هيجي بيربنديكولار كده ومن نصها، يعني مش من هنا ولا من هنا، لا من نصها وبيربنديكولار كده. طب هنشوف ازاي؟ هترسم انت لاين سيجمنت 6 سنتيمتر دي ما فيهاش حاجه. تمام؟ تمام رسمتها؟ تمام رسمت. رسمتها؟ رسمت اي بي، خط اي بي خلاص. تمام، انا هخليك تعمل انت واحده برضه. قوم عامل لي ايه يا بطل؟ اقف هنا، اقف هنا في البوينت بي
واعمل ارك كده. بص بقى تعمل ارك فين؟ هتعمل ارك هنا وارك تحت، تعرف اه الكومبس، ماشي الكومبس فوق ومعامل ارك وتحت ارك. ماشي كده و كده تمام. حلو، وقفلي في الايه واعمل نفس القصه، اعمل لي ارك كده واحد تاني تحت. عملت، تمام وصل لي البوينت يا عم الانترسكشن هنا والبوينت اوف انترسكشن هنا كده، وصلهم. هتلاقي ده طلع لك ايه، بص ممكن تبقى تعمله بقى على انه ايه الستريت لاين تطوله كده، هتلاقيه بيربنديكولار وبايسكتور. بايسكتور يعني هتلاقي قسم لك دي نصين بالظبط، يعني انت لو حطيت بوينت دي هنا وقست الحته دي دي وقست الحته دي ايه، هتلاقي دي 3 سنتيمتر وتلاقي دي 3 سنتيمتر. تمام. لما اجي بقى اقيسها هلاقيها 3 سنتيمتر. اه مقسومه نصين بالظبط، ما هو بيرفنديكولار وربع سكند، هتلاقي دي 3 تمام وهتلاقي دي 3. اعمل لي انت بقى واحده هقول لك انا 8 سنتيمتر. تمام الحمد لله رب العالمين، هغير لك دي اقول لك دي 8 سنتيمتر واعملها لي انت بقى. يلا